طيب احنا الحقيقه يمكن زي ما قلت لكم امبارح هعرض لحضراتكم لقاء خاص مع لامين سانيه، واحد من نجوم طبعا اللي لعبه وزامله انتوني مودست مهاجم النادي الاهلي، وانا اتكلمت معاه ما اتكلمنا معاه يعني ركزنا بشكل كبير جدا على مودست لانه احتك بيه وشافه ولعب جنبه واتفرج عليه في الدوري الالماني لما كان مودست بيلعب في الدوري الالماني، كان واحد من النجوم اللي مكسره الدنيا في المانيا وراح عليه لامين سانيه. التجربه كلها والقصه ومفاتيح انتوني مودست ركزت عليها جدا مع لامين سانيه، تعالوا نشوف قال لنا ايه في السادسه. مرحبا بالجميع، لامين ساني الزميل السابق لأنتوني مودست. بداية أعتقد أن أنتوني مودست مهاجم رائع، لديه مجال للتقدم والتطور السريع للغاية، لقد كان قادرا على إثبات ذلك في ألمانيا، سجل العديد من الأهداف مع نادي كولون مما سمح له بالتنقل قليلا قبل العودة، ومن ثم التوقيع لفريق دورتموند أحد أكبر الأندية في ألمانيا. هذا كل شيء أعتقد أنها ميزة وحقيقة انضمامه إلى النادي الأهلي في نهاية فترة الانتقالات. أعتقد أن هذا مفيد أولا وقبل كل شيء للفريق للنادي، لأنه سيجلب كل خبرته، وأيضا للبطولة لأنه لديه مشوار مهني غير نمطي للغاية. إنه مهاجم خطير ويسجل الكثير من الأهداف، مهاجم يتأقلم بسرعة كبيرة مع فريقه كونه في إفريقيا، وأعتقد أن ذلك سيدفعه لمزيد من التطور. إنها أجواء خاصة جدا والجماهير مختلفة تماما. في أفريقيا كما مررت بهذه التجربة فإن المشجعين يقدمون كل شيء لفريقهم، إذا لم يكن عليك أن تأكل فلن يأكلوا أيضا وسيأتون ويدعمون فريقهم، وهو شخص على المستوى الإنساني له قلب كبير، لذلك أعتقد أن هذا سيؤثر علي وسوف يساعده على استعادة مستواه في الملعب. إذن إنني لا أقلق بشأن ذلك، فأنا أعلم أن أنتوني سوف يتأقلم بسرعة كبيرة، ربما سيتعين عليه أن يأخذ بعض الوقت للتأقلم، لكن هذا ينطبق على جميع لاعبي كرة القدم. لكن حقيقة قيام النادي الأهلي بإعادة تجهيزه فإن الأمر لن يستغرق سوى أشهر قليلة. هو مهاجم نشط للغاية، لديه لياقة بدنية وقوة جسمانية قوية جدا، يتمركز بشكل جيد جدا، وبمجرد أن تتاح له الفرصة ليكون قادرا على التسجيل حسنا فإنه يضرب العلامة كما تقول عادة لدينا. لذا فمن أبرز صفاته التحرك والتمركز الجيد والقدرة العالية على ترجمة الفرصة. تمكنت من قضاء الوقت معه، كان ذلك بسبب انضمامه إلينا عندما كان في بوردو، لقد جاء من نادي أنجي وكان قد أنهى للتو صدارة هدف الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. بالنسبة له الدوري الفرنسي الدرجة الأولى كان جيدا تماما تيكتو. بالنسبة له الدوري الفرنسي الدرجة الأولى كان جديدا تماما، لقد أثبت نفسه بالفعل من قبل بالطبع في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية وأيضا في الفريق الفرنسي، لذلك كان لاعبا يعيد اكتشاف بطولة أخرى ومنافسة أخرى، لقد أخذ وقته ليتمكن من إثبات قدراته في الفريق شيئا فشيئا. وفي نهاية المطاف ما أستطيع أن أتذكره عن هو أنه كان شخصا نشيطا وجادا، وخارج الملعب كان إنسانيا للغاية، فهو حقا إنسان ذو قلب كبير مبتسم دائما في مزاج جيد ويقدم يد المساعدة مع عائلته الجميلة جدا. إذن هذه هي الذكرى التي أحتفظ بها عنه. بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن لديه أيضا علاقة جيدة جدا مع أخي الصغير وهم ما زالا على اتصال، وعندما وصلت أيضا إلى ألمانيا استقبلني وأعطاني بعض النصائح بشأن البطولة لأنه كان يعرفها جيدا قبلي، وكل ما يمكنني قوله هو أنه رجل عظيم وسيحقق تقدما. الشيء المهم هو أن يستفيد من التجربة، سيشارك في بطولات أخرى في قارة مختلفة تماما بالنسبة له في أفريقيا. الناس منفتحون جدا ولديهم قلب لا يمكنك تخيله، سيكونون دائما هناك مهما حدث خلفه وسيدعمونه دائما، وعندما تسجل الأهداف سوف يغنون لك لأنه في كل مكان سوف تذهب إليه ستجد الناس يغنون باسمك ويقومون بتأليف الأغاني لك، لذلك أنا أنتظر الأغنية بفارغ الصبر. أتمنى لك أن تسجل الكثير من الأهداف، وإلى اللقاء.